إذا للحديث عن أوضاع النازحين في العراق في ظل حالة تهميش ممنهجة من قبل الحكومة، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن الناشطة الحقوقية شهد يوسف. أستاذة شهد، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح لوزارة الداخلية في حكومة كردستان العراق. في هذا التصريح انتقدت وزارة الداخلية في كردستان، انتقدت تصريحات وزيرة الهجرة الحالية بشأن أسباب عدم عودة النازحين إلى ديارهم، وخصت في ذلك قضاء سنجار. ولكن السؤال المطروح أستاذ شهد، هل تعتقدين أن ما تسوقه الحكومة من مبررات لعدم عودة النازحين يمكن تمريره بالنهاية؟ مساء الخير عليكم وعلى كل العراقيين وكل المعاناة اللي تصبح قلوبنا معهم، وشكرا إلى قناة الرافدين اللي تسلط الضوء على هذا الملف المهم وعودة النازحين مطلبنا بالنهاية. بالتأكيد أستاذنا الغالي، هي ورقة ضغط سياسية لا يمكن تمريرها، ما يمكن تمريرها، لأن الحكومة العراقية تتعمد باستمرار خلق الأزمات وهي قادرة بتوفير حماية للنازحين، رغم أن الحكومة تكفلت بدفعها ولم توفر لهم السكن وعودتهم. وهذه الدوافع الرئيسية تبين أن هنالك عرقلات من الحكومة، رغم أنها تملك الميزانية اللي تستطيع أن توفر لهم والقوات الأمنية لحمايتهم وإرجاعهم. فبالتأكيد لا، مع الأسف. وهنالك نعم. أيضا نعم، تفضلي. هنالك أيضا قائم مقام اثنين في تلك المناطق، سنجار تحديدا، وأحدهم دار تلك المناطق وأيضا رفضوا وضربوه بالحجارة. فهذا أيضا موضوع آخر. أستاذ شاهد، في ظل تراخي الحكومة الحالية في هذا الملف تحديدا، ملف إعادة إعمار المحافظات المنكوبة، لنأخذ، هناك من يرى أن تعمد إبقاء الأوضاع على ما هي عليه في تلك المحافظات هو بهدف تغيير ديموغرافي في تلك المناطق. هل تتفقين مع هذا الطرح أستاذ شاهد؟ نعم، أتفق بكل تأكيد أستاذنا الغالي، لأنهم يتعبدون لإبقاء طابع الفوضى. هذه انتشار الميليشيات اللي تبث الخوف بين المواطنين، وايضا سيطروا على بيوت المهجرين اللي هجروا لا يستطيعون العوده اليوم، سيطروا على بيوتهم، بالاضافه الى الماكينه الاعلاميه اللي تتهدد بعوده داعش وبث الارهاب وطابع الخوف للمواطن، ويوجد انتشار ايضا امني غير منظم يحدث الى زعزعه الاستقرار. هذه كلها تسبب طابع الخوف والتغيير الديموغرافي بالمنطقة، والإيحاء بأن الوضع الأمني غير مستقل، بينما أنه الحكومة العراقية ثبتت للأمم المتحدة بأنهم قضوا على الإرهاب. إذا قضوا على الإرهاب لو كانت هناك نوايا فعلا لمساعدة الضحايا من الأهالي، لكن يبدو أن الميليشيات أقوى من الحكومة اليوم. طيب، مع الأسف أستاذ شاهد، 10 سنوات ويزيد على ذلك على النازحين في مخيمات النزوح، طبعا أنت مطلعة، في أوضاع أقل ما توصف بأنها مأساوية، ولكن هل تجدين ربما خطة حقيقية من قبل حكومة محمد الشيع السوداني لرفع المعاناة عن النازحين؟ هل تعتقدين ذلك؟ أعتقد أن الحكومة العراقية غير جادية بتلك الأسباب، والأسباب اللي ذكرناها، بأنه لا يوجد موقف حقيقي اليوم تتخذه، منها إبقاء الميليشيات، منحهم باستخدام السلاح، صلاحيات باستخدامه، بث الرعب، التغيير الديموغرافي اللي راح يحصل بالعراق، بالاضافه بهذه المناطق تحديدا، بالاضافه الى تنفيذ مخططاتها بحجه عوده الارهاب، اضافه الى انه الاحزاب اليوم تستقطب التعاطف الدولي رغم كل الاخفاءات والاحصائيات اللي قدمت للامم المتحده. فما اعتقد انه الحكومه جاده اليوم باخذ تلك الخطوه لعده الاسباب اللي ذكرناها. استاذه شاهد، نبقى في نفس الموضوع ولكن في شق اخر، وهو شق الاوراق الثبوتيه. هي ازمه اخرى تزيد من معاناه النازحين، ازمه الاوراق الثبوتيه. لماذا تماطل الحكومه في اعطاء النازحين اوراق ثبوتيه لا سيما للاطفال؟ انتم تعرفون بانه لا يتم تسجيل الاطفال في المدارس الا عن طريق وجود اوراق ثبوتيه، لماذا تماطل الحكومه في ذلك؟ أستاذنا، دعنا نوقف أنه الإعداديات وفق الإحصائيات اللي قدمها اليوم 55,878 طفل بالمخيمات. نعم. هذه ليست مسؤولية، أنه هم يعتقدون، الحكومة العراقية تعتقد أنهم هم أبناء الإرهاب، وهذه ليست مسؤوليتها لأنها تركت تلك المدن بيد الإرهاب، ليست مسؤولية هذا المواطن. هم أطفال العراق، هم مسؤوليتهم أنه جعلوا أبناء بلدهم لقمة سائقة بهذا الإرهاب. نعم. بيد هذا
فالأخفاق بهذه بإعطاء تلك الأوراق والثبوتيات يجب، لأنهم عليهم هذا، هؤلاء هم أبناء العراق بالنهاية. وعدم التداعب بالسجلات، اللي السجلات اللي تعرفون حضرتكم أنه أيضا احترقت في بعض المدن. نعم. فمن أين توفير لهم السجلات اليوم وتوفيرها من قبل الحكومة؟ هذه مسؤولية جادة على الحكومة ومسؤولية قانونية أيضا. تماشيا مع ما تفضلت به، يعني تهمة الانتماء لداعش تلاحق كل العائلات النازحة من المحافظات المنكوبة، ولكن السؤال المطروح في هذا السياق، يعني ما الهدف من ملاحقة أهالي هذه المحافظات بتهم الإرهاب حتى الأطفال منهم أستاذة شهد؟ أستاذنا الغالي، اليوم من أجل التلاعب بسجلات مثل ما ذكرنا، النفوس، عمليات التغيير الديمغرافي، كلها تتساهل هاي السلطات العراقية بها أنه بتوفير الأوراق لهم لغير العراقيين، يمكن تلعب بالنفوس. إحنا هذه النقطة ذكرناها، واليوم اليوم الملف النازحين توفير التسهيلات لهم تعتبر من أهم شيء. بس لكن بعد أحداث 2014 الحكومة العراقية أوجدت شماعة الإرهاب مع الأسف كوسيلة للقصاص من أبناء مدن محددة بالعراق لعدة أسباب، منها بعيدة الأمن الأمد أسفة، ومنها أسباب أخرى أتجنب الخوف بها لأنني أعتبر أن أبناء العراق واحد. أستاذة شاهد، بسؤالي الأخير لحضرتك، عدم إعطاء أوراق ثبوتية للأطفال النازحين، ما تداعيات ذلك على مستقبلهم، مستقبل الأطفال؟ هؤلاء هم المستقبل للعراق، هم البناء الحقيقي للعراق، وهذه راح تسبب خلق الكراهيه والعدائيه بينهم، لانه راح احنا ننبذهم بالمجتمع، راح نجعلهم انه اطفال هؤلاء لا يعودوا للعراق، وهؤلاء هم مستقبل العراق لبناء، اذا تخريب اخر لبناء المستقبل. استاذنا الغالي، هذه كلها تتحملها يعني الحكومه العراقيه، وهذا الشيء يجب أخذ به من النظر القانوني. وأخيرا كل الحكومات الجاءت المتعاقبة على العراق بعد 2003 هي تتحمل المسؤولية الكاملة لسقوط تلك المدن وحماية المدن من الناحية القانونية، تتحمل بالإضافة إلى أنها زجت الميليشيات أيضا واستبدلت مع الأسف رايات داعش الإرهابي برايات أخرى غير راية العراق. من لندن الناشطة الحقوقية شهد يوسف، شكرا جزيلا لكم.